السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن البرايمري برين تيومرز. في محاضرة تانية عن البرين تيومرز بتخص السكندري برين تيومرز، يفضل الاستماع لها بعد الاستماع للبرايمري برين تيومرز. ماشي الحال. حنحكي عن الكلاسيفيكيشن تبعت الـ WHO في سنة 2007. في الأول 2007 قسمت البرين تيومرز لسبع مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي عبارة عن النيرو ابثيليال تيشوز تيومرز فروم اوف نيرو ابثيليال تيشوز، اللي هي الجليومز بشكل عام، اللي بندرج تحتها الاستروسيتوما، الاوليغودندروجليوما، والابندايموما. المجموعة الثانية هي التيومرز من الكرينيال والباراسباينال نيرفز، اللي تحتها بندرج الشوانومز والنيروفايبرومز. بعدين بيجي تيومرز اوف ذا مننجز، اللي هي مننجيومز، والمنجوما بتيجي بالاساس من الاراكنويد لير مش الديورال لير. وبعدين بيجي الليمفومز، الجيرمينومز او الجيرم سيل تيومرز بشكل عام. بعدين تيومرز في منطقه السله، اللي هي بندرج تحتها البيتوتري ادينوما والكرينيوفارينجوما. بعدين اخر مجموعه اللي هي الموست كومون جروب، اللي هي الميتاستاتيك تيومرز. 50% من البرين تيومرز هم ميتاستاتيك او سكندري برين تيومرز، عشان هيك احنا أفردنا لها محاضرة خاصة. طيب بعد 2007 ظهر في 2016 النيو كلاسيفيكيشن لل WHO. هذه فيها ليش بنعرج لها؟ لأنها فيها إضافة نوعية عن الكلاسيفيكيشن تبعت 2007. أهم فرق بينهم إن أضافت، يعني 2007 كانت توصف الشكل فقط، الفينوتايب تبع التيومر، تقسم التيومرز حسب الشكل. لقوا انه الشكل غير كافي، كمان الموليكولار جينيتكس لها دور كبير في تقسيم التيومرز زي ما حنشوف في السلايدات اللاحقه، فاضافوا عليها الجينوتايب، اضافوا الجينوتايب على الفينوتايب. طيب لو ناخذ مثال هنا، لو ناخذ مثلا الجلايوبلاستوما، الجلايوبلاستوما اللي هي استروسيتوما ولكن جريد 4، اعلى جريد، اللي هي فيري مالجنت تيومر. فالجلايوبلاستوما بالشكل جلايوبلاستوما، بس كنا زمان نلاحظ انه في، يعني معظم الجلايوبلاستوما للاسف بيتوفوا خلال عده شهور، يعني 6 شهور، 8 شهور، اقل من سنه. 5% بس ممكن يعيشوا لسنتين، فاحنا مش عارفين ليش في ناس بتعيش لسنتين وليش في ناس بتموت خلال السنه الاولى. فلما دوروا على الجينوتايب تبعها، لقوا مثلا في هنا جينيتك موتيشنز مثلا بسموه اي دي اتش ويل تايب، وفي اي دي اتش موتنت، فلقوا انه في فرق كبير بين المجموعه هاي والمجموعه هاي. مثلا لما ناخذ الاي دي اتش ويل تايب، هي سموها هي البرايمري، اللي بتيجي بكونش في عنده برين تيومر وبيجي دي نوفو البرين تيومرز من البدايه بكون جريد 4. اما الموتنت هي تكون سكندري، بكون عنده مثلا استروسيتوما جريد 2، مع الوقت بصير جريد 3 او جريد 4، بسموها مالجنت ديجنريشن. لا، هي الموست كومن البرايمري او الوايلد تايب، و10% بس من الجلوبلاستوما بتكون سكندري. هنا بتيجي مع الالدرلي اكثر، هنا بتيجي مع اليانج اكثر. السرفايفل فرق كبير، هنا بيعيشوا بالمتوسط 4 شهور، هنا بيعيشوا 15 شهر. فشايفين كيف انه الجينوتايبس بيفرق كثير، بيعطينا معلومات كثير، وبالذات للبروجنوزس كمان بضيف معلومات مهمه على الكلاسيفيكيشن. طيب نيجي للبرزنتيشن بشكل عام. البرين تيومرز الموست كومن برزنتيشن للبرين تيومرز هو بروجريسيف نيورولوجيك ديفيتسيت. هذا في معظم الحالات، ثلثين الحالات تقريبا، وغالبا هذا النيورو ديفيتسيت عباره عن موتور. هذا الموست كومن برزنتيشن. وبروجريسيف يعني سب اكيوت. سب اكيوت، الاكيوت تشينجز عاده بتيجي، الاكيوت ديتيريوريشن عند المرضى عاده بيجي مع فاسكولار ايفنت، يا بليدنج، يعني فاسكولار، يعني يا هيموريجيك يا اسكيميك، حتى بيجي اكيوت. اما حاجه بتيجي اوفر ويكس، progressive deterioration غالبا neoplastic lesion. The chronic lesions غالبا degenerative أو أشياء أخرى. طيب كمان الـ presentation بفرق ما بين السوبرا تنتوريال تيومر وبين الانفرا تنتوريال، زي ما حنشوف في السلايدات اللي جاي. السوبرا تنتوريال مثلا بعطينا signs and symptoms of high ICP، increased intracranial pressure. increased intracranial pressure ممكن يكون من التيومر نفسه، من الإديمة اللي حوالين التيومر، من الهيدروكيفالس اذا كان سبب لتيومر هيدروكيفالس، عمل اوبستراكتيف لل سي اس اف باثويز. طيب زي ما حكينا نيورو ديفيتسيت، ممكن يجي هيديك، ممكن يجي سيجرز،
ممكن يجي mental status changes، إذا كانت frontal location فبغير البيهيفير. TIA like symptoms وإندوكراين disturbance في منطقة البيوتيتري وغيرها. الانفراتنتوريال بالأساس بتعمل بتسكر الفورث فنتريكل وبتعمل سكندري هيدروكيفاس، فبيعمل هيديك وفوميتنج. بعدين إذا كان في ماس افكت على السيربيلم بيعمل أتاكسيا، على البرين ستيم بيعمل كرينيال نيرف انفولفمنت أو لونج تراكت ابنورماليتيز، كمان ممكن يعمل نستاجماس. البريزنتيشن او السيمبتومز والساينز ممكن نقسمها لفوكال ونون فوكال. ايش معنات فوكال ونون فوكال؟ فوكال يعني لوكلايزنج، يعني السيمبتومز بحدد لمكان ليجن. نون فوكال عام، ما بنقدر نحدد مكان الليجن من السيمبتومز، زي الهيدك والفومتنج. اي برين تيومر بيعمل هيدك وفومتنج، ما بنقدر نعرف مكانه بالضبط. بس في اشياء حنشوفها مثلا الان في السلايد اللي بعده، السيمبتومز او الساين الموجود ممكن يعطي لي دايركشن وين التيومر موجود. على سبيل المثال الجنرالايز سيمبتومز او نون فوكال سيمبتومز هم الهيديك، السيجرز، الجنرالايز سيزر طبعا، النوزيا، الفومتنج، سوري، اللو كونشس ليفل والنيوروكوجنيتيف ديسفانكشن. هاي ما بنقدر نحدد مكان التيومر من خلالها. بس إذا كانت فوكال سيجرز، شوف السيجرز موجودة في المكانين، إذا كانت فوكال سيجرز ممكن نعرف إنه في الكونترالاترال سايد. إذا كان مثلا في ليفت سايدد ويكنس معناته في رايت سايدد برين تيومر، غالبا بوستيرو فرونتال منطقة الموتور إيريا. وإذا كان في منطقة القدم أكتر أو منطقة الإيد والفيس أكتر فبتفرق، فبنحدد. نفس الشيء السنسيشن، نفس الشيء الأفيزيا، نفس الشيء الفيجوال، يعني معناته أوكسيبيتال. فهذه الحاجات بتعطينا هنت وين موجود الليجن. طيب مثلا اذا كان في الفرونتال بعطينا بيرسوناليتي تشينجز، بيهيفير تشينجز، وهيميباريسيس وديسفيزيا موتور، لان الموتور موجوده وين؟ في الفرونتال. التيمبرال بعطينا اوديتوري والفاكشن، بياثر عليهم على السمع وعلى الشم. البارايتال سنسيشن، الاوكسيبيتال فيجن، بوستيرو فوسا زي ما حكينا، تاكسيا، وكرينيال نير ديفيسيت. نيجي نحكي في البرايمري برين تيومر، ناخذ اهم التيومرز والموست كومن تيومرز نحكي عنهم. مش حنحكي عن كل برايمري برين تيومرز، مش حنقدر، يعني هذه مقدمه للبرايمري برين تيومرز المحاضره هذه، ولكن ما بنقدر ناخذ كل نوع بالتفصيل الممل. حناخذ الجليومز بشكل عام لانها فيري كومن، وحناخذ الهاي جريد جليومز واللو جريد جليومز حنحكي عنهم، وحنحكي عن المنجوما في هذه المحاضره. الجليومز حوالي 80% من البرايمري، والترم جليومز بيعود الى الخلايا، الاورام اللي بتطلع من الخلايا اللي هم الجلايل سيلز، اللي زي الاستروسايتس والليجودندروسايتس والليبندايمال سيلز. يعني الاستروسايتومز تيجي تحت الجليوما، الليجودندروجليوما بتيجي تحت الجليوما زي ما حكينا في البدايه، والليبندايموما بتيجي تحت الجليوما. الجليومز هاي لو جريد وهاي جريد، اللو جريد مور بيناين، هاي جريد مور مالجنانت، هنشوفهم الجيت. طيب اللو جريد جليومز بتيجي في اليانج اكثر، في التشيلدرن احيانا، غالبا بيبدأ التشخيص بعد سيجر. على ام ار اي زي معظم التيومرز، معظمهم وليس جميعهم، بيكونوا لو انتنس، هايبو انتنس على تي 1 وهايبر انتنس على تي 2 و30 يعني يوجوالي لو جريد جليومرز نوت انهانسينج، بس في جزء منهم انهانسينج. يعني لما تشوف التيومر انهانسينج هذا مور سجستيف اوف هاي جريد جليوما، نوت انهانسينج مور سجستيف اوف لو جريد جليوما، بس مش قاعده نهائية. هذه في جزء بسيط من اللو جريد انهانسينج زي البايلوسيتيك استروسيتوما، النديول تبعتها انهانسينج وهي جريد 1 فيري بناين. طيب ايش نسوي عشان نعرف فور ديفينيتيف دياجنوزز؟ لازم نعمل بايوبسي نيد، ما بنقدر نقول هذا لو جريد ولا هاي جريد ولا ايش نوع الورم هذا اللي نعمل منه بايوبسي. للتريتمنت نعمل كومبليت اكسجين، اذا كان قدرنا نعمل كومبليت اكسجين بكفي، ما بيلزمناش حاجه ثانيه، بيلزمناش في اللو جريد جليوما نعمل أدجوان ثيرابي من راديو أو كيمو. بس أحيانا إذا ما كناش قادرين نعمل ممكن نحتاج الأدجوان ثيرابي. هذا مثلا لو جريد جليوما، ليش؟ هذا إيش، سي تي ولا رنين؟ هذا رنين. الشمال هو عبارة عن تي 2، ليش تي 2؟ لأنه السي اس اف أبيض. على اليمين تي 1، بس مش تي 1 بس،
تي 1 طبعا لانه السي اس اف اسود، لكن مش بس تي 1، تي 1 لو قلنا تي 1 وبس خطأ، تي 1 وذ كونتراست، الكونتراست شايفين الفيسلز كلها واضحه يعني ماخذ كونتراست. طيب الكونتراست ليش بنعمله في تي 1؟ عشان يعني الكونتراست بينعطف في تي 1 مش في التي 2 عشان يظهر الاشياء. هنا التي 2 كلها ابيض من السي اس اف، السي اس اف ابيض فبتكونش الامور واضحه كثير. فالتي 2 ابيض السي اس اف والماء ابيض وكل شيء ابيض والعينين هي بيض، كل شيء مي بيضة بتكون، هنا كل شيء مي سودا بتكون. طيب التيومرز عاده بتكون هايبو انتنس على تي 1 وهايبر انتنس على تي 2، احيانا نعطي كونتراست، احيانا بتصير انهانسنج بتصير بيضة، واحيانا نعطي انهانسنج. هذا التيومر طلعوا عليه، فموجود وين؟ موجود هذه الجهه على يميننا ليفت، على شمالنا هنا رايت، موجود في في الليفت. في الليفت ايش؟ اوكسيبيتال فرونتال؟ لا اوكسيبيتال ولا فرونتال، تمبرال لو، هو في التمبرال. هاي السيلفين فيشر هنا اللي بتفرق بين الفرونتال وبين التمبرال. فهو في عندنا اوفال ليجن تقريبا يمكن 6 في 4 ان ذا ليفت تمبرال لوب، نوت ان هايبو انتنس اون تي 1 هايبر انتنس اون تي 2 نوت انهانسينج، وكمان ذير از ويزاوت ماس افكت، ما في بريفوكال اديما وما في ماس افكت، وذاوت بريفوكال اديما وذاوت ماس افكت. فهذا سجستيف اوف لو جريد جليوما، لا هي لا بتاخذ انهانسمنت لا عامله ماس افكت. فهذا غالبا هاي جريد لو جريد جليوما. وانترا اكزل جوا الدماغ مش اكسترا اكزل، ضغط على الدماغ جوا الدماغ، فهذه غالبا هي جليوما ولو جريد. طيب هذا السي تي، السي تي العظم ابيض، هنا العظم مش واضح بنفس المنظر اللي احنا شايفينه على السي تي سكان. السي تي سكان نفس الشيء، هايبو دينس ليجن. في السي تي بنحكي دينسيتي ما بنحكيش انتنسيتي، واضح انه في برهول مخدين يمكن عينه او كرانيتومي، يعني واضح انه هذا بوست اوب. طيب نحكي على الهاي جريد جليوما، الهاي جريد هم مور كومن ذان لو جريد، ف 50% من البرايمري هاي جريد بتيجي عند الالدرلي، شورت ديوريشن اوف سيمبتومز شهرين ثلاثه كل القصه، بقول لك والله خمس اسابيع ست اسابيع بس، ميديان سرفايفل شورتر. طيب السي تي والرنين موست انهانس، هذا فرق عن اللو جريد. بعدين احيانا بفرجونا او معظم الاحيان بفرجونا نكروزز، سنترال نكروزز يعني بسموها رينج انهانسينج، وهذا رينج انهانسينج سجستيف اوف هاي جريد جليوما، سيجنيفيكانت ماس افكت زي ما حنشوف في الصور، ويجولي انفولف مور ذان وان لوب، يعني مش لوب واحد، ممكن ياخذ من الفرونتال يروح على التمبورال، وممكن ينتقل من جهة إلى جهة زي البترفلاي جليوما، حنشوف الصور كمان. التريتمنت ستاندرد هنا ما فيش فيه خلاف، زي ما فيش فيه فاريشن كتير زي ما في اللو جريد جليوما، انه ممكن نكتفي بالجراحة وممكن نعمل راديو كيمو بعد، هنا لا بدك تعمل جراحة وراديو كيمو، حنشوف ايش دور الراديو راديو ثيرابي في الهاي جريد جليوما. بتحسن اللوكال كنترول، يعني ايش معنات بتحسن اللوكال كنترول؟ يعني بتقلل الريكرنس. طيب بتحسن السيرفايفل، هو السيرفايفل في الهاي جريد يعني مش هالسيرفايفل الجيد، يعني هو شورت ديوريشن ولكن بتحسنه. فمثلا من 14 اسبوع الميديان سيرفايفل وذاوت راديو ثيرابي بصير بتحسن ل 36 اسبوع، بس بنحكي بالاسابيع كلها مش بالشهور، يعني هو شورت سيرفايفل. كمان الراديو هو الافضل من الكيمو از ادجوفان. طب الدوز حوالي 60 جراي تتوزع على 6 اسابيع تقريبا، كل اسبوع 10 جراي تقريبا 5 ايام في الاسبوع، يومين راحه كل يوم باخذ 2. بعدين في عده انواع، في عده ابروتشز عشان يقلل الدمج تعمل فوكس للراديشن لمنطقه التيومر، بدناش نحكي في التفاصيل هذه كثير. نيجي على الكيمو، الكيمو كمان بتحسن إضافة فوق الراديو ثيرابي، الراديو ثيرابي أعطتنا دفعة، الجراحة أعطتنا دفعة، الراديو ثيرابي أعطتنا دفعة ثانية، والكيمو بتعطينا دفعة ثالثة. وبالأساس كان زمان يستعملوا اللي هو البي سي في اللي هو بروكربازين والسي سي أن يو والفينكريستين. السي سي أن يو اللي هو اللومستين اللي هو يعني نفس فصيلة البي سي أن يو اللي هو الكورموستين. فالبي سي في ثلاثي بينعطى في حالات الهاي جريد جليومز، حاليا عملوا شيفت للتيموزيلامايد، التيموزيلامايد هو الستاندرد تقريبا الان، بس هو شوي اكسبنسيف كان زمان، يعني شوي الان خف يمكن، هو الاساس في الهاي جريد جليومز. طيب هذا السلايد مهم جدا، هذا بيعرض لنا السرفايفل، السرفايفل مع كل الموداليتي اوف تريتمنت للهاي جريد جليوما.
فلو مشينا كونسرفاتيف بس بالديكورت مثلا والانتي بليبتكس وات ايفر، ممكن بحوالي هنا بالاسابيع فقط ممكن يعيش له حوالي 14 اسبوع المريض. لو ضفنا الجراحه بتوصلنا ل 20 اسبوع. لو ضفنا راديو ثيرابي بعد الجراحه بتوصلنا حوالي 36 اسبوع زي ما حكينا. لو ضفنا الكيمو بتوصلنا حوالي 40 بلس. السنه انتم عارفينها 52 اسبوع، فيعني كل هذا مع كل الموداليتي اقل من سنه. معظم الناس ما بيعيشوا ما بيكملوا السنه، معظم الناس. واحنا بنحكي انه بيتحسن في حال كل تدخل ما عمل مضاعفات. يمكن الجراحه تعمل مضاعفات نروح فيها مثلا يقل السيرفايفل او الراديو او الكيمو، بس لو كل شيء عدى تمام الامور هيك يعني بتحسن، ولكن مش هالحاجات الفارقه الكبيره يعني. ما بنقدر نعطي المريض امل كبير بالشفاء او بانه بينتهي المشكله يعني. هو لازم يكون عارف من البدايه للاسف وين احنا رايحين يعني، واهله يكونوا عارفين. هذا مهم جدا للمريض على اساس انه يعني لازم يعرف حقيقه امره يعني. ما بنقدر نخبي على المريض الحقيقه اللي بتواجهه. هذا احد امثله الهاي جريد جليوما ام ار اي وذ كونتراست وذ جادولينيوم اي في كونتراست، هذا بسموها جادولينيوم انهانسمنت. ليش طيب هذا هاي جريد جليوما؟ اول حاجه رينج انهانسنج، شايفين الكونتراست ماخذ البريفري وفي النص في سنترال نيكروزز، ماشي. هاي اي سبب؟ السبب الاخر انه كروسنج من وان لوب من وان سايد تو اذر سايد، بسموها باترفلاي جلايوما يعني على شكل الفراشه. الباترفلاي جلايوما هذه هاي جريد جلايوما على الاغلب، ماشي. بعدين اكيد هي ماس افكت بس هنا مش واضح في الصوره، ف نشوف غيرها. هاي هذه كمان، هذه نفس الشيء رينج انهانسنج او وعامل ماس افكت شديد، حتى في ميد لاين شيفت في ايديما كلها مش واضحه كثير في الصوره، بس يعني بالنسبه للنيوروسيرجنز واضحه يعني. شايفين هنا الصلصاي كيف فاتحات، مبين البرين مش مضغوط، بس هنا مضغوط جدا البرين. هاي كمان واحد، هذا تبين بعدين انه هاي جريد جليوما رينج ليجن سي تي وذاوت كونتراست، كان امرجنسي وما كانش معمول له لا رنين ولا سي تي بكونتراست، بس واضح انه في رينج ليجن. بس لو عملنا احنا ام ار اي مع كونتراست او سي تي مع كونتراست كان واضح رينج انهانسنج ليجن. وفي سيفير اديما حول السواد هذا، وفي ميد لاين شيفت، شايفين الميد لاين شيفت؟ هذه السبتوم بوليسيدوم اللي بتيجي بين التو فنتركلز لازم تكون على الميد لاين هنا، وهذا الفنتركل الصغير جدا اللي على اليمين، هذه الجهه اليمين لازم يكون زي الشمال بس مضغوط كله وفي ازاحه، وهذه لايف ثريتنج. بعدين شايفين هنا الابر كاتس، هنا في صلصاي واضحه، هنا فيش صلصاي، فواضح انه في هيمسفيريك اديما، والمريض هذا كان اولد ايج وكان عنده ساينز اوف هيرنيشن. كان المريض عنده هذا على الرايت كان عنده ليفت سايد هيميباريسز، كان عنده one pupil dilated، فاتخذ emergency ونعمل له aspiration وتحسن المريض فترة. بعدين طبعا زي كل حالة هاي جريد جليوما بعد بضعة شهور للأسف توفى. هو رفض يأخذ كمان راديو كيما حسب ما أعتقد، اشتغلناه بال 2010 المريض هذا. طيب نيجي على الجريدنج. الجريدنج زي ما حكينا في 4 grades، 4 grades في للجليوماز. جريد 1 و 2 حاطينهم بالاخضر اللي هم لو جريد جليومز، 3 و 4 يعتبروا هاي جريد جليومز بالاحمر حطيناها. كمان حطينا خط فاصل واضح ما بين 1 و 2، ليش؟ مع انهم لو جريد جليومز، لانه جريد 1 هم مور بيناين مور ويل او فيري ويل سيركمسكرايب تيومرز، غالبا هذول بيبقوا جريد 1 ما بيعملهم ابجريد ما بتحول، بس جريد 2 ممكن يتحول ل 3 و 4. فهذول يعني حامدين جدا، سرفايفل فيهم في اليرز بعكس هنا في الويكس. طيب شايفين هاي السرفايفل اللي بنحكي عنه، جريد 1 بيعيش له من 8 ل 10 سنوات بالمتوسط ميديان سرفايفل، جريد 2 7 8 سنوات، 3 من سنتين ل 3، 4 يوجوالي اقل من 1 يير. نحكي عن المنجوما. المنجوما هي سلو جروينج يوجوالي بيناين، يوجوالي بيناين اكسترا اكزل تومر. اكسترا اكزل يعني خارج الدماغ نفسه، داخل الجمجمة، ولكن سطح الدماغ هي من خارجه وضغط عليه وليست في داخل الدماغ زي الجليوما. الجليوما يعتبر انترا اكزيال تومر. طيب الكومون لوكيشنز ممكن تيجي من الكونفكستي فيري كومون، من الفالكس، ومن السفينويد بون او السفينويد ريدج بسموه. على السي تي ايزودينس
بس لما تعطيها كونتراست بتعمل لها فيري انتنس انهانسمنت وهوموجينيوس انهانسمنت. فانتنس هوموجينيوس انهانسمنت غالبا هذه بننجوما انتل بروفن اذروايز يعني. وامرار بكون لها ديورال تيل بسموها ديورال اتاتشمنت، احيانا بتكون انفولفنج البون، فبصير البون اللي حواليها او الجنبها هايبرستاتيك، هذا انفولفمنت للبون من التيومرز. على ام ار اي ايزو انتنس على تي 1 هايبو انتنس على تي 2، يعني الانهانسمنت نفس الشيء زي السي تي، انتنس هوموجينيوس. 30% من المينجوماز نوت جروينج، يعني مش كل مينجوما نشخصها نهجم عليها نشتغلها، في مينجوماز ما بيكبروا بالصدفه، بنلاقيهم على السي تي بنعمل لسبب او لاخر وما بيحتاج الواحد، بتكون كالسيفايد وقفت نموها وهي بناين ليجن، ما في داعي انه يعمل عمليه ويعرض المريض لخطر عمليه طول ما هو ايش التيومر ما بيزيد. فهنا بيستحق انه نراقبه، انه نراقبه نتبعه كلينيكالي اند راديولوجيكالي، يعني بنشوفه بعد 3 شهور بنفحصه بنقيمه وبنعمل له ام ار اي ثاني ونشوف تغير شيء ولا لا، ما دام فيش اهراض وما دام ما تغيرش لا بنراقبه ثاني، بنجيبه ثاني بعد 6 شهور بعدين بعد سنه، وبنراقبه سنه سنتين ثلاث، انتهى الامور وانتهت، صار في سيمتومز او كبرت لا بنتدخل. ايوه هي موجوده هنا سيرجيكال انديكيشنز للجروينج وانز وللسيمتوماتيك وانز، يعني اللي بيكبروا او اللي بيصيروا بيعملوا اعراض هنا لازم نتدخل. طيب كيف المنجوما؟ كان بي كيورد؟ يس كان بي كيورد اف توتالي ريموفد، بس توتال ريموفال نوت اولويز بوسيبل، يعني ممكن احنا ما نقدر نشيلها كلها لانه بنشيل معظمها بس في مناطق خطر نصلها لانها قريبه جدا او ملتصقه او انكيسنج امبورتنت فيسلز او امبورتنت نيرفز، لو نتدخل هناك حنعمل دمج لمريض ونعمل له موربيديتي هو في غنى عنها. فاحيانا يمكن الافضل نسيب سمول بيس اوف تيومر ونعملها بعدين راديو ثيرابي او وات ايفر يعني، او حتى نراقبها بدل ما نكون فيري اجريسيف ونشيل كل شيء على ثمن غالي للمريض بضرر شديد للمريض. فيمكن الافضل نوازن هنا، بنعمل توتال مع موربيديتي او نعمل سب توتال وذاوت موربيديتي، يمكن الافضل للمريض يعمل سب توتال وذاوت موربيديتي اعتبارا انه هذا الليجن او هذا التيومر هو بناين هو سلو جروينج، عشان يرجع لنفس الحجم الاولاني بده 10 20 سنه كمان، بتكون الامور تغيرت كثير طيب هاي شكل المنجوما، هذا ام ار اي تي 1 without contrast على الشمال وتي 1 with contrast على اليمين، شايفين الانهانسمنت كيف؟ احيانا حتى المنجوما بتكون مش واضحه كثير زي هيك، بس شايفين كيف انتم في خط حواليها، يعني واضحه انها مش من الدماغ، واضحه انها هي طالعه من هنا من الكونفكستي ديورا او اركنويد اللي تحت الديورا، وكمان داخل ضغط على الدماغ لونج ستاندنج الى ييرز هنا، بس ايش في جود لاين اوف ديماركيشن بينها وبين الدماغ بعكس الجليوما انها طالعه من الانترا اكزيال من جوا البرين. هي حتى هنا كمان جروينج توورد او في العظم، يمكن هنا شوي مبلشه تدخل فوق الديوره هنا طالعه، هذه من الجوما، هذه كمان من جوما سيتي سكان مع كونتراست انتنس هوموجينس شكلها زي العظم، مينينجوما قبل العملية وبعد العملية. مينينجوما الفاكتور جروف، مينينجوما الفاكتور جروف، مينينجوما بتطلع من الانتيرور سكال بيز تطلع هيك في المنتصف، هذا شكلها الفاكتور جروف مينينجوما. كونفكستي مينينجوما مش واصل الفالكس، لو واصل الفالكس بصير فالساين مينينجوما، هي هذه كونفكستي مينينجوما طالع من الكونفكستي كبيرة ليفت سايد ليفت فرونتال مقدمة الدماغ، هذا بداية العيون هنا بلشت والنيزل كافيتي، فهذه ليفت فرونتالي ليفت فرونتال مينينجوما انهانسينج، هذا وذ كونتراست تي 1 وذ كونتراست، هذه انترا براتيف فيو، هذا البريم، هذا المينجوما، هاي الديورا اللي طالع منها، شايفين في جود سيبريشن يعني في جود لاين اوف ديماركيشن بين التيومر وبين التيومر سوري هنا وبين البرين. دائما المانوبليشن بتكون على التيومر مش على البرين، لما نعمل ريتراكشن بنشد التيومر ما بنحرك البرين بالمره، لازم نحترم البرين، تحرك البرين بتعمل دمج للمريض. ايش دور الاسترويدز في البرين تيومرز؟ دور الاسترويدز بتنعطى عاده بتحسن كثير الفازوجينيك اديما اللي بتكون مصاحبه للبرين تيومرز، هو علاج سحري هنا الديكساميثازون في البرين تيومرز،
ويوجوالي بنعطى في هاي دوز لودينج في الاول، بعدين بنعطي ممكن نعطي مثلا 8 او 10 او 12 لودينج، بعدين بنعطي 6 اربع مرات في اليوم كل 6 ساعات. البيدياتريكس بنحسب لهم الدوز تبعتهم حسبهم، وبنعمل بروتكشن للاستومك، وبنعمل تابرنج جراديوالي. فالستيرويدز مهمه، بعكس مثلا التروما الهيد انجري كونترا انديكيتد، يعني في ليفل 1 ايفيدنس انها كونترا انديكيتد في الهيد تروما، لكن في البرين تيومرز انديكيتد. الانتيبليبتيك دراجز، الانتيبليبتيك دراجز في البرين تيومرز ما فيش روتين يوز، لكن اذا اجى المريض، في سيجرز لازم نعطيه، واذا المريض بده ينعمل له كرانيتومي لازم نعطيه بروفلاكتيك انتيبليبتيك دراجز. ماشي الحال؟ اذا ما كان عنده اذا ما اجى بسيجرز واعطينا للعمليه بنعمل له تابرنج بعد العمليه. اما اذا كان اجى بسيجرز لا بنعمل له يعني لونجر تابرنج مع النيورولوجيست عاده، يعني بنعطي له من 3 الى 6 شهور عاده، احنا بنعطي له اذا كان عنده سيجرز والبرزنتيشن بالسيجرز، ما بنعمل له ويننج سريع. طيب ايش دور السي تي في البرين تيومرز؟ يعني هو السي تي دوره مهم جدا في الهيد تروما، لكن في التيومرز بنعتمد على الرنين اكثر، على MRI بس. يعني سي تي لارجلي ريبليست باي كرينيال MRI، لكن في الامرجنسي بنستعمل سي تي. في الانستيبل بيشنت فيش وقت للرنين، الرنين بياخذ وقت، بنعمل له سي تي. لو كان في هومرج السي تي اوضح للهومرج بوضحه، واذا كان MRI مش 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 موجود غالي الان، يعني في زمان كان في معظم البلاد مش موجود، يعني غالي ومش متوفر، الان متوفر الحمد لله، حتى في غزه متوفر 3 اجهزه تقريبا او 4 اجهزه. فيعني اذا كان مش متوفر، او اذا كان في كونترا انديكيشن واحد عنده مثلا في ميتاليك شرابنلز، او في عنده فورم بادي ميتاليك في الجسم، ممنوع يعمل رنين، فنعمل له سي تي سكان، هذه كونترا انديكيشن للام ار اي. طب متى بعد العمليه بنعمل سي تي؟ لازم انت بعد كل عمليه لازم تعمل انت تشيك، يو هاف تو دوكيومنت وات يو هاف دان. فبنعمل نيكست مورنينج غالبا، بنعمل العمليه اليوم، ثاني يوم الصبح بنعمل سي تي سكان عشان نطمن انه ما في بليدنج، ونشوف قديش احنا شلنا من الورم، يعني تو دوكيومنت اور جوب، لانه لو شلنا الورم معظمه او كله وبعد شهرين ثلاثه او بعد سنه رجع الورم وما كناش مصورين، حدا صور هقول لك ما شلتش الورم، لا. فانت بتثبت انت ايش سويت، كمان تطمئن اذا فيش مشكله المريض بتنقله بعدين من الاي سي يو للقسم، نطمئن انه كل شيء تمام، مطمئن الاهل، بتكون انت مرتاح. اما لو كان بس عملت سيتي لقيت فيه هومورج، فيه ماتوما كبيره بدها شغل، بتعدي بتشغلها ثاني. فيعني الامور ضروري جدا انك تعمل بوست اوب سيتي. طيب احيانا يا بتعمله بدري اول يومين، وانا بفضل هذه الطريقه، يا اذا ما عملتوش اول يومين بتعمله بعد شهر، لانه في بوست اوبريتيف تشينجز بتكون في الشهر الاول يفضل، فبتعمل لك كونفيوجن، هل هو ده ادهيجن بوست اوبريتيف ولا سكارينج وشيء ولا بكون ريكرنس تيومر، فبتعمل لك كونفيوجن. فاذا ما قدرت تعمله اول يومين بتاجله لبعد شهر. طيب هذا السكيل الكارنوفسكي سكيل، هذا بيستعمل في البرين تيومرز، هذا فانكشنال سكيل، يعني لتحديد الفانكشنال ستيتس للمريض كويس ولا سيء. عاده above 70 كويس، تحت هيك سيء. عاده بيستعملوه كثير تبعون الانكولوجي، لما نخلص العمليه بيعتمد اذا هو جود فانكشنال ستيت 80 90 100 بياخذوه بيعملوا يكملوا مع راديو وكيمو، إذا كان بور ما بيكملوا معه، بيكون يعني not good candidate for adjuvant therapy، فما بي ما بيعطوه ما بيكملوا معه في adjuvant therapy، بس ما بنستعمله في حاجات تانية. في التروما إلها سكيل تاني، في الفاسكولار سكيل تاني، بس هذا للتيومرز يعني عادة. طيب هنا بعض الحالات نفرجيكم اللي اشتغلناها بالأوروبي خلال فترة معينة، منينجيوما تي 1 كورونال with كونتراست كونفكس تيمينجوما ريموف توتال ريموفال، هنا السجتال توتال ريموفال بفرج النوسة، للاسف كانت جريد 2، للاسف كانت جريد 2، لانه بعدين وهذا المريض بوستوب بعد سنين الاولى اظن في 2011 في 2012 في 2014 في ريكرانس مور ريكرانس لانها جريد 2 وما عملتش راديوثيرابي، ما سافرت تعمل راديوثيرابي، فرجع لها الورم للاسف. هذه جليوما رينج انهانسنج جليوما رايت فرونتال، شايفين
هذه هنا تي 1 وذ كونتراست رينج انهانسنج، وهذا السواد اللي حواليها خفيف، السواد هذا الاديمه اللي حواليها اللي بنشوفها بيضه هنا على تي 2، البيضه هنا اديمه، هنا السواد اللي حواليها اديمه على تي 1. شايفين انتم الفنتركلز هنا لازم يكون واحد وهنا لازم يكون واحد، ما في يعني في ماس افكت من الاديمه. فهذا عملنا له عمليه، شلناها سي تي سكان والمريض تحسن، كان عنده ليفت سايد هيميبليجيا قبل العمليه من الاديمه، فلما شلنا الورم بلش يحرك ايده الشمال لان الورم على اليمين. هذا الرنين بعد فتره، هاي بري اوب، هذا البوست اوب، ما في تيومر، وضعه كويس. منجوما، هيوج منجوما، هيوج منجوما، عند 79 سنة مريض عنده منجوما، شلناها تقريبا كلها انشالت. هذا السي تي ثاني يوم العملية، بس للأسف المريض صار عنده ياتروجينيك نيموثوراكس من السنترال لاين، نيموثوراكس واضح هنا، وبعدين دخل فاتي لاكتيز ودخل في شيست انفكشن، وللأسف بعد حوالي شهر من الشيست انفكشن توفى. العملية عدت بسلام، اكستوبيتد على الطاولة، تحول للاي سي يو صاحي وكل شيء، بس للأسف كأولد ايج ما تحمل الشيست انفكشن. هذا مريض ثاني، كورويد بلكسس بيبلوم، الطفل انشغلناه في الحرب 2014، عملنا له توتال ريموفال، انترا فنتركولار تيومر، كان في اي في دي حطينا له فنتركولار درين يعني اكسترنال عشان بوست اوب عشان نعمل واشنج للبلاد وشيء، للاسف برضه دخل في انفكشن هاي تيومر، هذا التيوب والتيومر انشال، فدخل في انفكشن، وللاسف هذا كمان من الحالات المذكوره. احنا ما بنحط كل الحالات بس الكويسه، بنحط الحالات الكويسه والحالات اللي فيها مورتاليتي. هذا توفى من الانفكشن، للاسف الانفكشن عدو النيوروسيرجري، عدو النيوروسيرجري للاسف. كان عنده كليبسيلا مالتي ريزيستنت لانه كان الجسم عندنا مستباح، الناس كلها رايحه جاي فتره حرب، ودخل في انفكشن للاسف. هذا شاب عنده منجوما، كنا نفكرها هاي جريد جليوما لانها رينج انهانسنج، فدخلنا على انها هاي جريد جليوما، بس الحمد لله طلعت منجوما، ومنجوما يعني صحيح انها جريد 2 ولكن افضل كثير من هاي جريد جليوما، كان معاش يعني لليوم الشاب هذا عايش، اللي احنا من 2014 ل 2020 ست سنين، الشاب كويس وعايش، بس رفض يجي للفولو اب، ورفض يجي حتى يعمل ريدو لانها جريد 2، ورفض يجي حتى يعمل ايمجينج بوست اوب، مش عارف ليش. بس هذا هاي التيومر كله انشال، وهي الشاب بوست اوب سكند داي بوست اوب. هذه منجوما كمان، هيوج منجوما، مشكلتها انها قريبه من الساينس، السجيتال ساينس، وانها بوستيريور ثيرد اوف الساينس، يعني الدرينج كله بجمع هنا، يعني لو صار دمج للساينس في المنطقه هذه يعني خطير، يعني في ريسك اوف بليدنج تو ديث، فهذه مشكله كبيره يعني. ولكن رغم ذلك احنا شرحنا الحاله للمريضه ووافقت، وقدرنا نشيلها كلها من غير اي مشاكل، من غير اي مشاكل. والمريضه كانت كبيره بالعمر مش صغيره يعني، المريضه مش مكتوب هنا، مواليد 49 يعني، مواليد قول حوالي قربت على 70 سنه، اشتغلناها يمكن العام الماضي. ف جروس توتال، شايف توتال ريموفال، ما في اي شيء ضل، هذه الصوره لها، هي قبل العمليه هي بعد العمليه، والمريضه دوينج ويل. هاي مريضة تانية برضو عندها سمول من جوا، ولكن تمبرال داون يعني ريسكي، وضغط عاملين مد، شايفين الماس افكت كيف؟ شايفين الإديمة قديش حواليها؟ شايفين الماس افكت يعني كانت سيريوس كونديشن، يعني تيومر صغير صحيح، ولكن إديمة سيجنيفيكانت، وهذا يعني ممكن يوحي لك ان هذه اجريسيف من الجوا. فعملنا العملية والحمد لله شلناها من غير مشاكل، تحسنت المريضة. هاي بوست اوب، وصل ما في ورم قبل العملية بعد العملية، حتى الميد لاين تحسن، الميد لاين شيفت والماس افكت، هي أثر العملية، هي فتحة العظم أثر العملية. هذه من جوما يعني من الفالكس طالعة وعامل الديستراكشن للعظم، وطالعة كمان لسبكوتينس، فكانت بلجينج. احنا عملنا لها توتال ريموفال، وعملنا ريبير للديورة، وعملنا ريبير للعظم زي ما حتشوفوا الصور هذه، ايها ارتفعت كل المنجوما، وعملنا ريبير للعظم، عملنا كرانيو بلاستي ايميديتلي، وعدت المريضة كويس. كمان منجوما، شايفين الانتنس هوموجينس انهانسمنت،
انتنس هوموجينس انهانسمنت، انتنس هوموجينس انهانسمنت، شوف كورونال كورونال اكزيال ساجيتال توتال ريموفال. هذا المكان العملي، مكان الورم الانشال دونج للمريضة. شكرا.